السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات مادة كنترول 2. النهاردة إن شاء الله هنشرح ما يسمى بالإنفرس زد ترانسفورم. المحاضرة اللي فاتت أو الجزء الأول من المحاضرة اللي فاتت كنا بنشرح فيه ما هو الزد ترانسفورم. النهاردة أو الجزء ده في الفيديو هنشرح فيه ما يسمى بالإنفرس زد ترانسفورم، إزاي أحول زي ما حولت من التايم دومين للزد دومين، ازاي احول من الزد دومين للتايم دومين مره. عندنا كام طريقه نعمل الكلام ده بيها؟ عندنا اربع طرق. اول حاجه بيسموها الدايركت ديفيجن، دي بيستخدم فيها الباور سيريز ميثود، الكمبيوتيشنال ميثود، البارشال فراكشن اكسبانشن ميثود، وبعدين الانفرجن انتجرال ميثود. تمام، لو انتوا فاكرين كنا بنعمل حتى في لابلاس ترانسفورم، علشان تحول من اللابلاس للتايم كنا بنستخدم اكتر من طريقه. اول طريقه منهم كانت البارشال فراكشن. في طريقه تانية برضو انك تستخدم ما يسمى تاخد في انتجريشن، زي ما في عندك انتجريشن او سم بيحولك من التايم دومين للزد دومين، في انتجريشن بس انتجريشن صعب التعامل معاه شويه، بيحول لك من الزد دومين للتايم دومين، لانه بيعتمد على تكامل على مسار مغلق وكده يعني، فمش بنشتغل بيه قوي. احنا هنشتغل في الثلاث طرق الاولانيين دول، هنبص عليهم بالتفصيل: الدايركت ديفيجن، كومبيوتيشنال ميثود، البارشال فراكشن. اول حاجه نبص على الدايركت ديفيجن اللي هي القسمه المطوله، لو انتوا فاكرين اللي هي عمليه، لا مش الدايركت ديفيجن، اللي هي ما يسمى بالقسمه المطوله. ازاي احول هذه؟ انا عندي ايه اكس اوف زد بالشكل ده، بالشكل ده عايزين نجيب ده الحل بتاعك، ده الصم، ده الباور سيريز بتاعتك، او ما يسمى بالمتتاليه بتاعت الزد دومين. اوكي، طب ازاي اعمل الكلام؟ انا عندي اهو فانكشن، يبقى انت ممكن تحول كل واحد فيهم على حده، يعني تحول ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده، ده لوحده، وهكذا. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ ناخد اكزامبل كده توضح بالاكزامبل. انا عندي اي فانكشن في الزد دومين بالشكل ده، طيب احلها ازاي؟ ممكن في الاول طبعا اقسم على زد سكوير فوق وتحت، اقسمها على زد سكوير فوق وتحت، يعني اقسم دي اقسم على زد سكوير، اخد زد سكوير ده عامل مشترك واقسم عليه، تتحول لي ديت الى الشكل ده: 10 زد باور نيجاتيف 1 زائد 5 زد باور نيجاتيف 2 على 1 ماينس 1.2 زد باور نيجاتيف 1 زائد 0.2 زد باور نيجاتيف 1. وبعدين اعمل عمليه قسمه مطوله بقى، افضل اكون هذه السيريز قسمه مطوله. تمام، بعد ما اكون، طبعا بعد ما اعمل عمليه القسمه المطوله ديت يطلع لي اكس اوف زد 10 زد باور نيجاتيف 1 زائد 17 زد باور نيجاتيف 2 زائد 18 بوينت، وهكذا اللي طالع لي فوق ده. فاكرين طبعا الاسم المطول، بعمل ايه؟ 10 زد باور نيجاتيف 1 على الترم ده يطلع لي 10 واضرب فيه، وبعدين اغير الاشاره واجمع يطلع لي حاجه ثانيه، وهكذا اقسم واجمع وهكذا، وافضل اعمل عمليه الاسم المطول دي. بعد كده يطلع لي ادي اكس اوف زد الشكل العام بتاعه، الاكس اوف تي عامله ازاي؟ يبقى اكس اوف 0، انا ما عنديش اكس اوف 0. او نرجع للشكل بتاع الباور سيريز، اهي باور سيريز دي اكس اوف 0، دي اكس اوف 1، دي اكس اوف 2، اكس اوف 3، وهكذا. يبقى اكس اوف 0 اهي مش موجود، يبقى بصفر. اكس اوف 1 ب 10، لان الكوفيشن بتاع زد باور نيجاتيف 1 10، الكوفيشن بتاع زد باور نيجاتيف 2 17، وهكذا. يبقى دي السامبلز بتاعتك كلها. دي طريقه وبعض الاحيان نستخدمها، بعض الاحيان مش في كل الاحيان. في طريقه تانية، حاجه بيسموها اللي هي باستخدام الماتلاب، يعني الماتلاب بحاجه زي الكمبيوتيشنال ميثود. الماتلاب بيعمل ايه عشان يجيب الزد ترانسفورم؟ يعني انت لو اديت للماتلاب زد ترانسفورم فانكشن وقلت له حلها، يحلها لك. بس بيحلها ازاي؟ بيحلها بطريقه تانية، لا للشكل ده طبعا، دي اعتبرها باست ومقام. تمام، فيضرب في الباست زد سكوير وتطلع لك حاجه بالشكل ده،
وبعدين يضرب طرفين جي اوف زد، دي عباره عن اكس واي اوف زد على اكس اوف زد، تمام؟ ممكن احولها لك بالشكل ده، وبعدين اهو زد سكوير واي باور زد واي زد ماينس الكلام ده واي اوف زد، يبقى كانك عملت تايم ادفانس تايم ادفانس تايم ادفانس تايم ادفانس، تمام؟ وبعدين اهو واي اوف كي بلس 2 ماينس كذا بتساوي كام؟ طب ما دي بيسموها ديفرنس ايكويشن، دي بتسمى ديفرنس ايكويشن. يعني حضرتك عايز واي نبدا بقى مثلا عند كي بتساوي صفر، يبقى انت عشان كي بتساوي صفر عوض عن الكي بتساوي صفر، تحسبها ازاي؟ تجيب بقى واي اوف 2 علاقتها بواي اوف 1 علاقتها في واي، وتبدا مثلا ممكن تبدا عند كي بتساوي نيجاتيف 2، محتاج انيشال كونديشن، فتفترض له بقى الانيشال كونديشن او تديها له لو الانيشال كونديشن بتاعتك بصفر ولا حاجه، وبعدين تعوض في السيريز دي، تعوض ازاي بقى؟ عند كي بتساوي ناقص واحد مثلا يطلع لك ده كام؟ واي اوف 1 علاقتها ايه؟ يطلع لك معتمده على واي اوف 0، معتمده على واي اوف نيجاتيف 1، معتمده على اكس اوف 0، معتمده على اكس باور نيجاتيف 1، وهكذا. فتحسب واي اوف 1 وبعدين تحسب واي اوف 2 معتمدا على واي اوف 1 وواي اوف 0 وهكذا، وبعدين واي اوف 3 معتمدا على واي اوف 2 وهكذا. يبقى انت بتعمل عمليه ديفرنس ايكويشن، انك انت بتعتمد على بتعمل عمليه حسابيه كل شويه بتحسب حاجه وبعدين تعتمد عليها، تمام؟ ده الماتلاب بيعملها، والماتلاب طبعا عشان هو كمبيوتر فهو شاطر فيها ويقدر يتعامل معاها بشكل كويس. اللي بعد كده ايه الطريقه بقى اللي احنا بنحبها اللي هو بتاع الكنترول ودايما بنستخدمها، طريقه ما يسمى بالبارشال فراكشن. انا عندي، انا افترض ان الزد فانكشن دي او الاكس اوف زد عباره عن بولينوميال وسط ومقام، بنعمل ايه؟ بنقسمها لمجموعه من البارشال فراكشن، البارشال فراكشن، واحسب الكونستانت دي كلها A1 و2 وN وهكذا، تمام؟ وكل مره احسب الكونستانت معتمدا على هذه الريليشن، اضرب في الـ في الـ في البول بتاعي، طبعا المقام بيبقى بولز، بضرب في البول بتاعي وبشتغل وبعوض عن قيمته، تطلع لي كونستانت رقم 1، كونستانت رقم 2، كونستانت رقم 3، تمام؟ وهكذا. يعني بعمل الكلام دوت ايه، بعمل الكلام دوت لحد ما اطلع مجموعه الكونستانت. بعد ما اطلع الكونستانت دول، طبعا خلي بالك لو كان عندك سمبل بول، سمبل بول يعني ايه؟ يعني مش دبل بول. يعني مثلا لو كان عندك مثلا وليكن عندي اهو زي ما هو قايل لك هنا ان زد ناقص بي اي تربيع، في الحاله ديت لا هتعمل، يعني هتجيب سي واحد بالطريقه العاديه وسي اتنين هتجيبه، لان انت هيطلع لك 2 هتطلع اللي فوق دوت هيطلع لك من الدرجه الثانيه من الدرجه الاولى، فسي 2 هتجيبه ازاي؟ هتجيبه عن طريق عمليه الديفرنشيشن، تمام؟ تعال ناخد مثال الكلام ده يوضح لنا الجزء الخاص بالزد ترانس الانفرس زد ترانس. هو مديني اهو فانكشن في الزد دومين وبيقول لي هات لي التايم دومين فانكشن، تمام؟ تي السامبلنج بيريود ديترماين ذا انفرس زد باستخدام البارشال فراكشن. طيب حولتها على طول اهو، حولتها اكس اوف زد على زد بتساوي الكلام ده، اوكي؟ طبعا تجيب الكونستانت دي والكلام ده كله، اوكي؟ اعتقد في هنا زد، في هنا زد، اوكي؟ في هنا زد، في زد نيجاتيف 1، في هنا حاجه، في هنا زد، في هنا زد، تمام؟ ان جبنا اكس اوف زد اهي، في هنا زد بار نيجاتيف 1 اهي، يبقى هنا زد بار نيجاتيف 1، اوكي؟ يبقى انا احولها على طول دي تايمز ستيب وديت اكسبوننشال في التايم دومين، يبقى الاكس اوف كي تي اهي عباره عن 1 ماينس اكسبوننشال فانكشن. طبعا زي ما قلنا برضو احنا يعني البارشال فراكشن كويسه جدا، بنستخدمها كتير جدا في الجزء الخاص بالكنترول، تمام؟ وفي عندنا طبعا الجزء الديفرنس ايكويشن بنحتاجها في بعض الاحيان. الطريقه الاولى اللي هي طريقه الباور سيريز بنستخدمها معدله بيبقى قليل جدا. الجزء الانفرس انتجرال ميثود دي مش بنستخدمها خالص، لان هي
هي طريقة نظرية وماثيماتيكال وكل حاجة، ولكنها صعب التعامل بيها بالنسبة لنا. البارشال فراكشن دي هتلاقيها موجودة عندنا دايما، خصوصا في الجزء الخاص بالكنترول. يبقى احنا كده عملنا النهاردة ازاي نعمل ما يسمى بالانفرس زد ترانسفورم. الانفرس يبقى احنا جبنا الزد فانكشن وبعدين عملنا لها الانفرس النهاردة. اشكركم جدا واشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.